أهلا وسهلا أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا وسهلا، صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا عارفة أن الوقت متأخر وفي ناس عندها دوامات، وعارفين أنه بكرة مباراة الاتحاد وضمك، وفي بعض النقاط حبيت أتناقش فيها وبعدها أقول لكم تصبحوا على خير. طبعا اللي حابب يكون معانا أهلا وسهلا، واللي ماله في الكورة يقدر يخرج. طبعا سمعنا انه لجنة المسابقات رفضت تأجيل مباراة ضمك، انا ماني عارف ايش المشكلة، يعني فريق بيشارك في كأس العالم محتاج انه يكون عنده فرصة لتنظيم الفريق، لتجهيز الفريق، لتشافي المصابين، بما انه سمعنا المدرب انه بيقول ما عنده وقت انه يقوم بالتمارين مع اللاعبين او تدريبهم، في ضغط مباريات، في إصابات، وبيقولوا إن الفرق الثانية زي مثلا الهلال، وطبعا فريق الهلال يحترم، إنه كان عنده بطولة الموسم اللي راح اللي هي في كأس العالم وما كان في تأجيل مباريات. طيب أنا معاكم في هذا الشيء، لكن في فرق. فرق في إيه؟ فرق في الصفقات، فرق في جاهزية اللاعبين، فرق في الدكة. يعني آخر مباراة إحنا شفناها للهلال الأساسيين جالسين في الدكة عرسان، والبدلاء هم اللي بيلعبوا، وريح اللاعبين. يعني عندك دكة، عندك لاعبين جاهزين زي الأساسيين، الاتحاد ما في فوق 6 أو 7 إصابات، تفرق. يعني لما تأجل مباراة ضمك، يعني قامت الدنيا مثلا ما قعدت؟ لا. ولكن سبحان الله، ليك الله الاتحاد، حتى لو جينا تكلمنا عن الدوري ما يمديك أصلا تنافس على الدوري، بينك وبين النصر والهلال 13 نقطة، ولكن حافظ على مركز ممتاز في 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 دوري روشن. ممكن تنافس الأهلي، تنافس التعاون على المراكز، نافس الأهلي مثلا، حافظ على مركزك، لأنه احنا عارفين إذا انتهى كأس العالم وانتهى أبطال آسيا راح الدوري راح يكون مستمر، الدوري راح يكون مستمر.
فتقدر تدخل في المنافسة. ولكن انا اللي قاهرني او اللي مزعلني انه انت بتحط الاتحاد زي باقي الفرق. اول شيء لا صفقات، اصابات، عدم جاهزية، غيابات، تغيير مدرب، يعني ما في بعض الانضباطية في فريق الاتحاد. فالمفروض انه ياخذ مجال انه تتأجل المباراة علشان يتجهز الفريق، لان الفريق بيمثل الوطن، عنده بطولة. انا ما احب اقارن الاتحاد باي فريق. اهلا وسهلا. وانا شفت كمان انه كانتي غادر مع المجموعة علشان مقابلة ضمك، برضو حلو حلو يعني. اوكي، في غيابات ولكن في بعض اللاعبين موجودين. بنزيمة طبعا احنا قلنا انه يكون عنده وقت للشفاء، مدة ما بين 10 إلى 9 أيام، أتوقع إن اليوم الثامن إنه يكون يعني جاهز في مباراة أوكلاند سيتي. أكيد أكيد فريق الهلال فريق يحترم، وأنا ما قللت من قيمة الهلال لما اتكلمت. أنا قلت ما أحب أحد يقارن فريق الاتحاد بأي فريق، لأنه أنا أمس لما اتكلمت في هذا الموضوع في ناس قالوا لي بندري خلينا نكون واقعيين، حتى فريق الهلال كان عنده ضغوطات الموسم اللي راح وكان عنده بطولة ورفضوا التأجيل. فأنا قلت كلامك صح، ولكن تفرق، الهلال عنده بدلاء ودكة، الاتحاد ما في بدلاء ولا دكة. فلا تقارن الاتحاد بأي فريق عنده بدلاء ودكة، هذا اللي أنا قلته. لكن فريق الهلال يحترم. أكيد أكيد وصيف العالم، وفريق الهلال قلت لك يحترم. ولكن أنا ما أحب أقارن نفسي بفريق جاهز دكة، أساسيين، صفقات ممتازة، إدارة ممتازة، فكر كروي ممتاز، تنظيم ممتاز، تفرق. لكن فريق الاتحاد بيمر ببعض المشاكل والضغوطات. فلما تتعاون لجنة المسابقات مع فريق بيلعب في كأس العالم للأندية، كأس آسيا، فلازم يكون في تعاون ما بين الإدارة ولجنة المسابقات. يعني ضمك وافقوا على طلب الاتحاد بتأجيل المباراة، لجنة المسابقات رفضت. ولكن مباراتنا مع ضمك ما هي آخر العالم ولا آخر مباراة في الدوري، وأكيد عندنا غيابات، وأكيد في عندنا غيابات بتأثر على الفريق. لكن المطلوب من لاعبين الاتحاد، ما نقول ضمك في الجيب واحنا الفائزين وثلاثة واحد واثنين صفر، بلاش التخميد هذا. لازم تحترم فريق ضمك، لانه انت بتواجه كوز من كونترا، واحنا عارفين هذا المدرب وعارفين اسلوب لعبه من يوم هو في الاتحاد. هتقولوا لي بندري انت جيبي سيرته ونفسك يرجع، لا لا لا، خلاص هذه صفحة وطويناها. لكن كوزمون كونترا من المدربين المنافسين جميع الأندية حتى الكبيرة في الهجوم. اوكي عنده مشكلة في الدفاع، وحتى هذا الشيء عانينا في الاتحاد مشكلة الدفاع، ولكن يفضل الهجوم حتى مع الأندية الكبيرة.
فأتمنى يكون في احترام للخصم واحترام تلعبون الاحتياط أفضل. هو في احتياط، هو في دكة، في عندك لاعبين تقدر تعتمد عليهم، أكثر اللاعبين مصابين. يعني زي مثلا أعطيك مثال، زي خط الوسط ما في إلا فابينو، كانتي كان مصاب ودحين رجع، يقولوا راح مع المجموعة عشان مباراة ضمك. الناشري، سلطان الفرحان، كادش مصاب، روما بنزيما، الإعداد البدني عندنا، الإجهاد على اللاعبين. يعني إذا تأجلت مباراة ضمك، في عندك فرصة تجهيز اللاعبين وتشافي بعض اللاعبين. برافو عليك، أنت قلتها، خلاص ليش نضحك على بعض؟ عشان كده أنا ما أحب أقارن الاتحاد بأي فريق، لأن أنا عارفة فريقي، أنا أحب أتكلم بواقعية، أنا عارفة فعارفة فريقي. شطة مصاب، شطة مصاب، تخيل شطة بجنب لويس فيليبي. شفنا سوري في لويس فيليبي جنب حجازي، كان مستواه رائع، ولكن حجازي بيقود المنظومة، ولكن فيليبي بيساعد على قوة المنظومة، لأنه حجازي بيخدم كل المنطقة، بيكون عنده توجيه وبيكون قائد، لكن فيليبي بيخدم المنطقة اللي هو فيها. ولكن اللي مطلوب من فريق الاتحاد، أول شيء في المباراة إن شاء الله بكرة، أول شيء التحضير النفسي، الثقة، رفع المعنويات. لازم الجماهير تثق في فريق الاتحاد، لازم يكون عندهم تحدي ورغبة ومنافسة حتى في الدوري، حتى لو ما مداهم، حتى لو الفارق 13 نقطة، حتى لو في نقص، حتى لو في غيابات، الاستفادة من أخطاء ضمك واندفاع ضمك، إغلاق المريض والتغطية الصحيحة، هذا أهم شيء. الأظهرة لازم تساند الدفاع، الأظهرة مهامها أكثر من الدفاع. إذا الدوري للهلال ألف مبروك، والله من كل قلبي بقول مبروك، لأنه خلاص نونو سانتو ضيع علينا نحن ننافس في الدوري، فإذا راح للهلال ألف مبروك، يستاهل، احنا خدناها الموسم اللي راح، الموسم هذا إن شاء الله تكون من نصيب الهلال. في لسه عندك بطولات، عندك السوبر، كأس الملك، كأس العالم للأندية، أبطال آسيا، يعني في بطولات يقدر ينافس الاتحاد عليها. أوكي، نرجع لموضوعنا، الأظهرة أدوارها أو مهامها أكثر من الدفاع. يعني أول بوينت أو أول نقطة، الأظهرة مطلوب منها الأوفرات. تاني بوينت، الأظهرة مطلوب منها زيادة الهجوم. تالت بوينت، مساندة الدفاع. رابع بوينت، إخراج الكرة الساقطة من داخل الـ18. لازم
فريق الاتحاد يلعب على المرتدات، الخروج بأقل الخسائر والإصابات. كل هذه مطلوبة منا من فريق الاتحاد. لأنه كوزمين كونترا، ما كوزمين كونترا هذا المدرب أنا مرة أحبه صراحة وأحترمه، وزعلت لما خرج، ولكن ما هنبكي على اللبن المسكوب. خلاص الله أعلم، الله أعلم، ولكن إن شاء الله مع المدرب الجديد هينسجم أكتر وهيعطي أكتر. زكريا لاعب مجتهد، أنا بالنسبة لي زكريا لاعب مجتهد، بس يكون انضباطي شوية، النرفزة والعبط وشغل البذورة والتركيز على الأخطاء ما هي في صالح اللاعب، لكن إذا انضبط على الاجتهاد اللي عنده والجراءة اللي عنده في الهجوم راح يكون لاعب محترف. كوزمين كونترا زي ما قلت ما بيركز على الدفاع ولا هيركل لك الباص أبدا، وهيهاجم، وعندك حل من الاثنين. لو فتحت اللعب خلاص لازم تكون انت أعلى منه في المباراة أو في الهجوم لو فتحت اللعب، لكن لو فتحت اللعب ليه من غير أي ردة فعل أو هجوم، تك هتاخد على راسك كفريق الاتحاد. من الآخر، سعود عبد الحميد، سعود عبد الحميد ما هيجي زيه ظهير عندنا للآن، وأهنيكم عليه، ولاعب أثبت نفسه ومركزه. أنا ما هقول لاعب مجتهد، لا، ممتاز ويلعب أساسي وتعتمد عليه. وشفنا فريق ضمك، مع كوزمين كونترا، كوزمين كونترا لا هيركل لك الباص ولا هيدافع ولا هيلعب لك على التعادل، لا هيهاجم. إذا مو الشوط الأول وسلمك كورة وخليك تجري ورا الكورة وأرهقك بدنيا، وبعدين تك 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 الشوط الثاني هيديك على راسك. معروف ضمك مع كوزمين كونترا، تعادل مع الهلال، الشباب، التعاون، الأهلي، ومن أقل الإمكانيات بيوظف في الهجوم. ممتاز كوزمين كونترا، عقلية ممتازة. تخيل كوزمين كونترا ماسك الشباب أو التعاون أو الأهلي، أو ماي جاد، بجد هينافسوا ال 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 النصر والهلال في المراكز. وانا عارفه انه فريق ضمك عنده مشاكل في الدفاع، ولكن كوزمين كونترا ما يركز على الدفاع، يوظف في الدفاع ولكن ما يركز على الدفاع، يركز على الهجوم. يعني ممكن يضرب عندك في اي وقت، والعرضيات عندهم ممتازه بالذات مع وجود البيشي. جالس يقدم مستويات حلوة مع ضمك، وعنده لاعبين ممتازين. بإذن الله تعالى
للأسف الشديد خبر عدم تأجيل المباراة كان مزعلني كثير، ولكن لازم أتقبل الموضوع. لازم نتقبل الموضوع. بكرة إن شاء الله. بإذن الله تعالى بالتوفيق لفريق الاتحاد. أنا عارفة إن الوقت متأخر، ولكن حبيت أقول هذه النقاط. حجازي عاد، أيوة حجازي لعب لما لعبنا مع الفريق الإيراني، لعب حجازي الشوط الأول. ما في شيء اسمها بروفا، انت عندك لاعبين لسه مصابين يرجعوا من التشافي، لاعبين بيشاركوا وهم راجعين من إصابة، عندك ضغط مباريات، عندك جهد بدني، يعني تأجيل المباراة أفضل لتجهيز الفريق وعدم إرهاقه وإجهاده وتشافي اللاعبين، وتقدر تنظم الفريق، يعني عندك وقت. المفروض هذه المساعدة تكون من لجنة المسابقات، لما فريق ضمك يوافق ولجنة المسابقات ترفض. ماتشينا يوم 15 بإذن الله. يعني حتى الفرق الثانية لما بيكون عندها دكة أو عندها لاعبين مصابين، هم عندهم دكة، أكترهم إنفلونزا، أكترهم العضلة الخلفية، أكترهم إجهاد، أوكي؟ لكن عندهم بدلاء نفس الأساسي، لكن إحنا 7 6 إصابات، والله كتير. وبكل بساطة يقول لك لا، عشان روزنامة الدوري. اوكي، don't mind. على العموم يعطيكم العافية على تواجدكم، شكرا ليكم، وحبيت بس أنقل بعض المعلومات أو بعض الإجابات على الأسئلة. وبالتوفيق لفريق الاتحاد، وأتمنى إنه هذا ما يأثر عليه، ولازم يكون عندنا ثقة في فريقنا بإذن الله تعالى. حجازي جاهز، وإن شاء الله كانتي جاهز، وإن شاء الله بنزيمة وروما جاهزين بإذن الله تعالى. شكرا لكم.